السلام عليكم واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده هيكون جايبه لكم كده اهم الادوات اللي بستخدمها في التنظيف اللي هتساعدك جدا في التنظيف وتخلي بيتك ومطبخك زي الفل باستمرار. ومعظم الادوات ديت لما بستخدمها بتسالوني عليها كتير جدا، تمنها وبتستعمل ازاي وعمليه ولا لا ومفيدة ولا لا، بيجي لي عليها أسئلة كتير أوي. استخدمتها معاكم وحاجات منها يعني عمل كتير في الفيديوهات السابقة، فحبيت أجمع لكم كل الحاجة اللي أو معظمها يعني اللي بتسألوني عنها اللي بستخدمها في التنظيف اليومي أو الأسبوعي أو أي حاجة في تنظيف البيت والمطبخ. بتساعدني جدا جدا وبتوفر عليا يعني وقت ومجهود وبتساعدني إني يعني أحافظ على نظافة بيتي ومطبخي باستمرار. اول حاجة كده هنبدأ بيها بسم الله ادوات تنظيف الارضيات. الاول تنظيف الارضيات معايا هنا اللي هو الموب ده شكله شفته معايا كتير في فيديوهات الروتين وفيديوهات كتير يعني استخدمته فيها، وبيجي لي اسئلة عليه كتير جدا، عملي ولا لا وبكام والحاجات دي. عايزه اوريه لكم الاول، هو كده وبيبقى ليه زي شرشوبه كده بس ثابته فيه، غير الشرشوبه اللي هي الاولانيه وليها الجردل بتاعها ده العادي يعني التقليدي، ده بيبقى كده وده الجردل بتاعه. شفتوه برضو معايا كتير، ده بيبقى شكله هنا بنحط الميه وبحط معاه شويه كلوريكس الوان او اي حاجه كده عايزه تضيفيها لميه تنظيف الارضيات او مسح الارضيات. ودي العصاره، هي عصاره دائريه بالشكل ده بتعصر وبتصفي زوايد المية تاني من الفتحات اللي فيها، وديت يعني بنبلها بقى ونعصرها وننشف تاني وهكذا. حلوة جدا وده شكلها. وهنا كمان في الدراع بتاعها فيه زي مكبس كده او حاجة يعني بتثبته لما بنفكه. بصوا بتتحرك معانا ازاي، بنفكه كده ساعة واحنا حاطينه في العصارة ونضغط بتتعسر. لو احنا قافلين عليه كده بصوا مش هتلف، يعني قبل ما نحطه في العصاره بنفتح المكبس ده وبتلف معانا بكل سهوله في العصاره من الضغط كده. وبعد كده اما نيجي نستخدمها نقفل ده كده احسن عشان تبقى ثابته معانا، نقدر نحركها بسهوله سواء احنا بنجفف الارض او بنوزع بقى الميه اللي احنا بنمسح بيها. وبتيجي الجردل ده بالعصاره بتاعته، وبتيجي القطعه الايد الستانلس دي كلها اهي لغايه هنا وفيها مكان لو حابه تعلقيها في المطبخ ولا حاجه. وبيجي معاها كمان قطعه تاني من الشرشوبه دي، هي جديده لسه عندي ما استخدمتهاش لسه، بستخدم الاولانيه اهي دي كده بتيجي معاها. دي بتتخلع الجزء ده بس اللي بيتخلع، وبيفضل القرص بقى وباقي اليد وكل حاجه بتتخلع وتتركب تاني لما دي تدوب معاكي او تحبي تغيريها. هي ما دابتش ولا اي حاجه، بقى لها فتره عندي، بقى لها كذا شهر، وكانت انتاج شركه الوطنيه للبلاستيك وكان ثمنها حوالي 200 جنيه. وموجوده فين؟ هتلاقيها في معظم محلات الادوات المنزليه، معظم المحلات اللي بتبيع البلاستيكات، يعني هتلاقيها موجوده ومتوفره في كل مكان، وحلوه وعمليه وبتنظف. ودي تستخدم في مسح الارض يعني لما نكون عايزين بقى نحط ميه كتيره ونمسح وننشف والحاجات دي، مش تلميع. التلميع بقى هقول لكم على بتاعه التلميع. كده خلصنا من دي الموب بالجردل بتاعها، قلت لكم تقريبا كل حاجه عنها. نيجي بقى لملمعه الارضيات دي اللي بالزجاجه او مجففه، يعني هي بتستخدم كملمعه او مجففه. بتيجي عباره عن ايه؟ عباره عن القطعة دي قطعة قماش بتتخلع، والدراع بتاعها كل ده برضو استلس شبه برضو نفس الدراع بتاع الموب اللي لسه موريه لكم. وفي فتحة هنا برضو لو تحبي تعلقيها في المطبخ او في اي مكان. اي الازازة دي متحركة وبتتخلع اهي، بسم الله اخلعها لكم واصلك شوية اهي بالراحة عليها بس عشان ما تتكسرش عشان هي بلاستيك بتخرج معانا. بلاستيك وخفيفة جدا، ليها بتتفتح وتتقفل من هنا. دي بتتملي شوية مية مثلا نصها كده وتحطي معاها مثلا شوية معطر، عايزة تحطي شوية كلوريكس الوان يدوكي تنظيف كده ولمعة للأرض وانت بتلمعي، أو معطر يدوكي ريحة حلوة للأرض، يعني تقدري تضيفي فيها مية مع أي إضافات تانية عايزة تحطيها في المية بتاعتك. بتقفلي عليها كده وده مكانها، وفيها تجويف كده هنا اهي لو ملاحظين بتتركب كده. التجويف ده يبقى
يبقى باصص كده لليد بتاعتها، عشان بنضغط عليها بندخلها هنا وده مكانها، يعني التجويف ده بيبقى باصص كده خلاص، وبندخلها هنا كده مع الضغط الجامد بتدخل يعني. بعد كده بنيجي بقى للجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت ده دي جايه معاها دي كده، يعني بصي بتتخلع في كده سكوتش هنا، بتتخلع كده وجاي 3 قطع منها، يعني 3 قطع. يعني دي مثلا كنت مستخدماها اهي النهارده، لمعت بيها عايزه اغسلها، بنشيلها وبنجيب القطعتين بقى النضاف. دايما طبعا بتبقي مستخدمه واحده والباقي غسلاه، استخدمتي 2 مثلا في يوم واحد، 3 تعملي الشقه كلها مثلا وتوسخوا تلميهم وتغسليهم. ومن الناحيه دي كده يعني قماش كده خشن بيساعد انه يلزق على السكوتش ده، وبنضغط كده وبتبقى خلاص اتركبت وجميله جدا. دي بقى لو احنا مركبين الزجاجه، لو احنا بنضغط كده بتدخل في مكانها زي ما قلت لكم اهي ثبتت. لو احنا مركبين الزجاجه دي وعايزين نلمع، انا وريتها لكم برده في فيديوهات سابقه قبل كده، بس بقى هقول لكم تاني، بس شفتوها عملي معايا في فيديوهات تاني. بصوا اليد دي فيها ده متحرك كده، ده لما بضغط هنا كده اهو، خدوا بالكم معايا، اضغط هنا بتروح الفتحه دي مطلعه لي الميه اللي في الزجاجه، الميه اللي انا حطاها وحاطه معاها اي اضافات انا عايزاها. لما بضغط فوق كده على الدراع اللي وريته لكم، الفتحه دي بتخرج لي الميه، بتخرجها لي على هيئه رشاش كده، ميه خفيفه جدا، رشاش كده. بتبقى مثلا دي الارضيه بتبخ قدامها على طول، وانا بقى امشي بالملمعه دي المع واجفف المايه اللي بتترش. عايزه ترشي اكتر تضغطي، تتحكمي بقى وانت ماسكه فوق كده بتحركيها، تضغطي ترشي وتلفي كده باليد بتاعتها تجففي الارض ايه اللي ترشت عليها مايه على طول. ده الاستخدام بتاعها. يعني مثلا مش هتمسحي بقى، مش زي الموب اللي وريته لكم الاولاني، دي ما تنفعش المسح بقى ومايه كتير وتنشيف وبلل وتنشيف والحاجات دي. الحاجات دي عايزه الموب ده، هو ده اللي بستخدمه في كده، او الشرشوبه بقى العاديه لو مش عندك ده الشرشوبه العاديه. انما دي الايه، دي للتلميع بس، بتخرج لنا ميه بسيطه جدا، وممكن تلميع يومي المطبخ وانت واقفه، تلميع الارضيات السيراميك العاديه بتاعت الغرف تستخدم لكده. وساعات وانا بمسح بقى بالموب ده ومسحه بقى مسح كتير بقى وميه وكده ومنشفه، بنلاقي بقايا ميه كده برضو على الارضيات، فبكون بقى محضره قطعه جافه كده زي دي ونضيفه، ومش لازم الزجاجه ولا حاجه، ما بملهاش ولا بستخدمها في الوقت ده، ما بكون ماسحه الارضيات وعايزه اجفف بمشي بقى بكده. دي كده جميله جدا، بتلم لك بقى اي ميه وتدي لمعه للسيراميك، لو في اي شوايب كده مكان المسح اي حاجه بتلاقيها اتجرت معاكي، وساعات تلزق هنا كمان بواقي بقى اي حاجه بسيطه خفيفه بتتجمع في القطعه دي، وبتلاقي الارضيه زي الفل معاكي وجميله جدا. يعني تنفع للتجفيف او للتلميع لو هتملي دي ايه ميه زي ما قلت لك، وتنفع كمان لايه للحيطان. يعني ممكن دي كده تبليها بسيط كده مع ميه ومسحوق او ميه ومعطر اي حاجه، تبليها بسيط وتعصريها وتيجي تركبيها تاني وتمشي بقى على الحيطان. بص هي الرأس بتاعتها، الرأس متحركه ازاي، تيجي يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجه، هتساعدك جدا في الحيطان لو عايزه تلمعيها او تزيلي من عليها اتربه بقى، وخصوصا طبعا الجزء اللي فوق مش هتطوليه، والدراع بتاعها او اليد بتاعتها طويله جدا هتخليكي تطولي لغايه السقف. خلاص متهيألي قلت لكم على كل حاجه. ودي كان تمنها كام؟ هي بقى لها عندي يعني قربت داخله على سنه، كان تمنها تقريبا 95 جنيه، كنت جايباها من رنين، برضو موجوده في محلات كتير، الادوات المنزليه البلاستيكيه كل ده هتلاقوها يعني. خلاص، وبيجي معاها ال3 قطع دول زي ما قلت لكم، وبيجي معاها كمان الفرشه دي. دي مثلا وانت شغاله ولزق حاجات كده هنا، شوائب حاجات من الارضيات، بتعملي كده، تعملي كده بالفرشه. بصوا ليها سنون، وهنا كمان برضو خشنه كده، تسلكي مثلا او تزيلي اي شوائب لزقت في القطعه دي وانت شغاله، وتتخلصي منها بسهوله. ولما بخلص بشيلها بمنتهى السهوله وبغسلها بفرشه تنظيف صغيره كده علشان القماش بتاعها ما ينسلش او ما يتقطعش مني، وشويه مسحوق بسيطه وبغسلها واشطفها وننشرها، بتنشف ونحتفظ بيهم نضاف ساعه الاستخدام، يبقوا القطع دي نضيفه معانا. اكلمكم على ادوات تاني بتستخدم برضو يوميا في النظافة تقريبا، منها ادوات التنظيف دي. اهم حاجة يكون عندك طبعا منظف زجاج، منظف خشب، ريشة زي دي مفيدة جدا جدا. يعني لو يوم مش هتلمعي بقى وتلمعي زجاج وخشب، احنا مش بنلمع طبعا كل يوم، انا مبقولكوش كل يوم بلمع
الاخشاب يعني بالبليج وكده، لا يعني ممكن يوم كده مش هلمع، يومين ورا بعض بالريشه بتطير لك اي تراب موجود على اي اسطح الخشبيه طبعا اكتر. ودوت للزجاج، الزجاج المرايات كمان ممكن تستخدميه في المطبخ، ازاي لو المطبخ عندك الدرف نفسها الوميتال من الخارج لتلميع الدرف بس، مش درف بقى تكون عليها بقع دهون صعبه وكده مش هينضف، ما بتنضفش، هي بتلمع. اي ملمع زجاج عندك هتستخدميه للاغراض دي، ترشي وبفوطه نظيفه وتلمعي الدرف في المطبخ الالوميتال هيخليها جميله وزي الفل. الالوميتال الخشب، لا الخشب اللي بيلمع البليج تستخدمي له البليج لو مطبخك خشب. وايه تاني؟ التلاجة من بره، الديب فريزر لو عندك التلاجة او الديب فريزر من اللي هما الستانلس من بره الابواب بتاعتهم، برضو رشة كده بالفوطة وانت بتلمعي هيخليهم لك زي الفل من الخارج، بجانب طبعا الزجاج والمرايات اهم حاجة. وطبعا يكون عندك دايما معطرات، معطرات كده بروائح مختلفة او انواع تاني مش لازم دي، دول بيتباعوا عند محلات المنظفات متوفرين بروائح كتير، وفي انواع كتير تاني من المعطرات، وفي جليد وفي حاجات، وفي معطرات كمان بتتباع في ازاز كده خام، ممكن انت تجيبي اي بخاخة فاضية وتحطي شوية مية وشوية معطر وتخليه ده تعطري بيه على حسب الريحة اللي تختاريها. وطبعا كمان الادوات اللي بتساعدنا على التنظيف، جوانت التنظيف ده حلو جدا بيستخدم في حاجات كتير، استخدمته معاكم عملي في حاجات كتير، يعني يبقى متوفر عندنا كده الاستخدامات برضو. وطبعا فوط التلميع اهم حاجة تبقى متوفرة عندنا، فوط كتير مثلا فوط بنغسلها فوط هنستخدمها وهكذا، انا جايبة لكم عينة كده منها. اهم حاجة بس بختارها في الفوط انها تكون القماشة بتاعتها قطن او زي الفوطة كده، عارفين الفوط اللي بننشف بيها وشنا وكده بتبقى زيها بالظبط، دي احسن خامة ان احنا نلمع بيها الاخشاب او المرايات، بتلم بسرعة السوائل وتدينا لمعة حلوة وما تسيبش اثار حواليها كتير، نفضل ننشف ونعمل ونتعب بتنجز معانا في الوقت اهو الشكل ده. وطبعا الاقتراح اللي قلته لكم قبل كده، يا ريت يبقى عندكم اي باسكت، مش لازم حتى ده يعني اي باسكت تجمعوا فيه، بس ده عشان يعني طويل كده شويه، ولو الحاجه بتاعتك كده بتدخل فيه يعني بسهوله، وتحطي بقى المعطرات، ملمع الزجاج، ملمع الاخشاب، الفوط كده اللي هتستخدميها، جوانتي التنظيف والريشه، وتجمعيهم كده هيسهل عليكي كتير في التنظيف اليومي، تاخديه معاكي في كل غرفه في كل مكان، الفوط الملمعات المعطرات كله مع بعض في باسكت واحد، بدل ما تفضلي رايحه جايه على مكانهم تجيبي من كل مكان حاجه، متجمعين كده على طول بتشوفوني دايما وباخدهم في التنظيف اليومي. برضو الفكره دي حلوه جدا هتسهل عليكي. كلمك كمان عن حاجات كده برضو بتساعد على التنظيف، يعني لو متوفرة عندك او مثلا لو شفتيها في مكان وحابة تعرفي فايدتها ايه او وظيفتها ايه او هي بتستخدم يعني حلوة وعملية ومفيدة ولا لا، منها يعني دي كده برضو بتعتبر ملمعة او اي حاجة وبيد كده وليها برضو علقة، دي بقى تستخدم لايه؟ ممكن للمفروشات يعني زي ما تكوني ايه بتزيلي من عليها الاتربه الفتافيت اي حاجه برضو حلوه، وقماشتها عامله كده عامله زي جوانت التنظيف كده، بصوا نفس الشكل. وايه تاني؟ والحيطان برضو ممكن برضو نبلها كويس جدا ونعصرها، هي بتتخلع وتتركب على فكره، يعني بصوا بتتخلع كده بتشدوها تخرجوها كلها تغسلوها طبعا لو اتبقعت، وبتركب تاني في اليد بتاعتها دي. برضو الحيطان لو بلها كويس جدا وبايدك كده ماسكه اليد بتاعتها وتطلعي للحيطان، بتخليكي توصلي برضو للحيطان العاليه وتلمعيها، ويعني مفيده جدا في الحاجه دي برضو، يعني لو متوفره عندك او حابه تشتريها برضو تعرفوا هي بتاعت ايه. في بقى مجموعه صغيره كده من الفرش عايزه اوريها لكم، مفيده جدا الحقيقه، منها الفرشه الصغنونه دي، دي جميله جدا يعني بستعملها بقالي كتير، مخليها الحقيقه لحوض الحمام، يعني يوميا كده او لو كذا مره في اليوم عايزه تغسلي، جميله جدا بتتحط فيها بقى المنظف من هنا، بصوا الغطا اللي فوق ده بيتخلع كده، بصوا مكان قد ايه، ده بقى بيتحط المسحوق بتاعك او المنظف او اي حاجه عايزه تحطيها، وبعد كده تركبي الغطا ده هنا تاني تقفلي كده ودي تدخل كده، دي بقى وانت بتغسلي بتضغطي على ده، بس ده بيدخل معاك ازاي، بتضغطي عليه بينزل لك من هنا المسحوق اللي انت معبياه،
وتغسلي بقى، يعني تضغطي ضغطه، مش طول ما انت شغاله ضغطه، لا ضغطه واحده، تنزلي شويه مسحوق وتغسلي، تاخدي بقى كده المسحوق اللي نزل وتوزعي، مسحوق سايل طبعا، حاجه سايله يعني من اللي هتنضفي بيها. وتنضفي بقى وجميله، والاركان كده وحروف الحوض، وجميله جدا جدا وسهله وصغيره، ومنها فيها كده حاطه المنظف بتاعك هنا، وبتمسكيها وضغطه كده بصباع واحد وبتخلصي في ثواني، بيبقى الحوض نضيفه زي الفل. ممكن تخليها على الحوض كده او على اي رف عندك في الحمام، ما بتاخدش مكان، ومفيده جدا جدا. دي تقريبا يعني كانت ب10 جنيه، ب7.5، برضو رخيصه مش غاليه، وبتقعد فتره طويله عقبال ما تدوب او تبوظ. يعني عندي بقى لها فتره طويله وحلوه جدا، يعني بستخدمها حلوه جدا. بصوا بقى، عندي كمان الفرشتين دول، دي المدوره دي ودي كده مفروده شويه، ده شكلهم، دول اسمهم فرش حوض، بس انا الحقيقه ما بستخدمهمش للحوض. ودي على فكره ممكن تخصصي واحده لحوض الحمام وواحده لحوض المطبخ، تخلي بتاعه المطبخ برده عند المطبخ، وكل شويه تنضفي الحوض كده بيها برده، تنفع يعني لاي حوض. الفرشه دي بقى بصوا، يعني دي مدوره وتصميمها غير، دي تصميمها كمان احلى من دي. ليه دي بقى ما استخدمهاش للاحواض؟ الحقيقه بستخدمها للارضيات، وخصوصا ارضيات الحمام او المطبخ، مش ارضيات الغرف، يعني احنا ما بنغسلش السيراميك بتاع الغرف بفرش ولا حاجه، ارضيات المطبخ وارضيات الحمام. وتصميمها ده الدائري جميل جدا، بيخليكي تيجي عند الزوايا كده، زوايا بقى اي زوايا عندك، اي حاجه بعيده عليك تمدي ايدك كده، جميله جدا. برضو بتحطي المنظف بتاعك وتوزعي بيها وتغسلي بيها، بتنضف لك الارضيه والاركان والزوايا وكل حاجه، زي ما بقولك جميله قوي وعمليه وخفيفه كده وسهله تتحط عندك، برضو مش غاليه، بس انا مش فاكره بصراحه يعني تمنها كان، بقالها كتير قوي عندي. وفي كمان التصميم ده مستطيل شوية، برضو ينفع للأرضيات، حلوة قوي. والحرف ده برضو يعني برضو تلف بيه كده عند الزوايا، وتنفع كمان للسجاد، ساعات بستخدمها للسجاد كده، بتملكي برضو انت بتغسلي سجادة ولا حاجة. بس الحقيقة المدورة دي أحلى، يعني أحلى في الاستخدام في الأرضيات، في الزوايا كده، وفي الأحرف بتاع الحمامات، وجميلة جدا، بتطولي بيها حاجات كتير وبتنظف. والفرش دي، التلات فرش دول كنت جايباهم من الشريف للبلاستيك، ودي تقريبا يعني الشريف للبلاستيك اللي في السيدة زينب، زي ما بقول لكم بشتري منه حاجات كتير جدا، اللي ما يعرفوش يعني وبيسأل على الحاجات بجيبها منين، عندهم هم تاني دور في المنظفات والبلاستيكات والفرش وكل ده، تاني دور تطلعي تاني دور بتلاقي عندهم حاجات كتير ومنظفات وبلاستيكات وكل حاجة. وبتمنى اكون يعني فدتكم النهارده بالفيديو بتاع النهارده ده، وعرفتكم كل حاجه كنت بتسالوني عنها، وتكونوا استفدتوا من المعلومات دي. بحس البنات كتير بتقعد تقول لي يا مرفت عايزه اشتري الموب، بنات كتير بيقولوا لي عايزه اشتري المساحه دي اللي بالازازه، طب حلوه ولا لا، عمليه ولا لا، وبستخدمها كتير قدامكم واتكلم عنها، بس حبيت اخصص فيديو بقى للادوات اللي بستخدمها في التنظيف فعلا، علشان تعرفوا ميزه كل اداه فيهم، او بتتجاب منين، او سعرها كام، او فوائدها ايه كده. حبيت اكلمكم عنها النهارده، وان شاء الله يكون فيديو يعني مفيد بالنسبه لكم، وتكونوا خدتوا منه يعني اي معلومه تفيدكم باذن الله لما تيجوا تشتروا اي حاجه من الحاجات دي. ونتقابل على خير في فيديو جديد، مع السلامه.